جميع الناس في جمهورية مصر العربية ينزلوا يأدوا صوتهم، البلد هتضيع. الإسرائيليين والأمريكان وكله عايز يلاقي غلطة عندنا كده عشان يحتل بلدنا زي البلاد، وربنا يحميها. هو ربنا كلكم بتقولوا حارسها، بس لازم برضو انتوا تتكاتلوا. صح يا مصر، صح يا مصر، يعيش السيسي، ربنا معاك وينصرك ربنا. اقول بقى على النظام بقى بتاع الانتخابات، يعني انا جوزي راجل رجليه وجعان، وتحيا مصر، وكان في مدرسه هو في ايده. يعني انا عايزه اعرف لما هيدي نص يوم، الراجل اللي قام النوم ده الساعه 6 الصبح، نص يوم؟ لا انت مش بتسجلي. ايوه كانوا بيقولوا هيدي نص يوم، نص يدوا يومين اجازه، ما المدارس واخده يومين اجازه، وكانوا يدوا الجامعات وجميع الوزارات ويجيبوا عربيات ويحشدوا الناس كبار السن ياخدوهم في العربيات ويودوهم اللجنه لغايه فين؟ ايه اللي كان يجرى؟ لا ما تجراش، الخير كتير والحمد لله، الخير كتير في المدرسه الحمد لله. مدرسة يا رب، بس الناس تغير من انفسها.